اهلا بكم في بن حموده للسيارات مع مهند من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين في 050-516-3525. اليوم احنا جالنا طلب على تصوير او تقرير عن السوبربان ال اس، اكبر سياره موجوده حاليا في السوق، السياره العائليه زي ما احنا شايفين بالشكل الجديد الموديل 21. اللون اللي امامنا اسمه جراي وود، هو لون بيدي بني خشبي زي ما انتم شايفين، الشكل رائع ما شاء الله، والحجم هي فعليا اكبر سيارة موجودة يمكن على كوكب الارض. خلينا نقرب شوية منها ونشوف تفاصيل. زي ما انتم شايفين طبعا الشبك الامامي اسود مع الشعار الذهبي الشهير وخطين كروم. الدعمية فيها كليرنس وفي خلوصي للارض، طبعا بيساعد كتير في يعني الأرصفة والبر والرمل والعزب والمزارع، تقدروا تودوها أي مكان أنتوا عايزين بدون ما تخافوا عليها إن هي تخبط في رصيف أو أي شيء من تحت، لأن القديم كان فيه شنب زي ما بيقولوا، كان بيخبط دايما عند الأرصفة. طبعا تعديل تم زي ما احنا شايفين في الشكل الأمامي، الإضاءة كلها LED كاملة، حساسات أمامية للدعميات الأمامية، الهوك 2 هوك طبعا، نشوف الجنب، الإشارة العاكس أصفر، رنجات قياس 18 ميشلان تاير. خلينا نشوف لو القياس هيبين معانا هنا. طيب 265 على 65 على 18. اوكي، السوبربن هو طبعا زي ما احنا شايفين هو اسم طويل، وهو فعلا اطول اسم تم او فضل على سيارة على مدى التاريخ، السيارة الوحيدة اللي فضل اسمها من ساعة ما طلعت بنفس الاسم ما تغيرش تاريخيا، هي السيارة الوحيدة اللي اسمها ثابت زي ما هو ما تغيرش ابدا. ده شكل السيارة، طبعا هي بقت اطول بكتير عن الشكل القديم، ده بيساعد طبعا في المساحات الخلفية من ناحية الصف الثاني والثالث، وطبعا للدبة الخلفية أو الشنطة الخلفية. الفئة الـ LS بيكون فيها التشغيل عن بعد والحساسات الأمامية والخلفية، وفي نقاط عمياء على المرايات زي ما احنا شايفين، دخول ذكي على الأبواب، تخشيب على الأبواب، جلد عند مسند المساند، المقابض المعدني التيتانيوم، تحكم كامل في الشبابيك زي ما انتم شايفين، هي اوف رود كامل دبل كامل زي ما احنا بنقول، فيها الرادار الامامي تنبيه عند الخروج من الحارات، فيها طبعا فصل خاصيه فصل الماكينه عند الاشارات، فيها طبعا مخرج للكهرباء، مهم جدا عندنا فصل الاير باجز لان السياره زي ما احنا قلنا ممكن تودينا اماكن فيها بر او رمل، فهي مصممة للإيرباجز لو مالت السيارة لميل معين دي يطلع عليك الإيرباج، تقدر تفصل الخاصية الإيرباج إنه ما يفتحش عليك طبعا في حالة الدخول للرمل. الإضاءة الذاتية كلها، تخشيب، ده شكل التابلو، نشوف كرسي السايق، متحرك أوتوماتيك، ندخل نشوف من الداخل، الستيرنج بتاعنا، تحكم في المساحة الأمامية أو المسافة الأمامية ما بينك وبين السيارة اللي قدامك للسيفتي، إعدادات ديجيتال، التنبيه الرادار، تحكم في الميديا والأوامر الصوتية، البصمة، الجير الجديد، العشرة غيار، أوتوماتيك كله طبعا، إلكترونيك، دي طبعا التحكم في المكيف. الشاشة بتكون 8 إنش مع الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، احنا شايفين ده حجم الشاشة، بتورينا طبعا رؤية الكاميرا الخلفية مرة تانية اهي، وفي عندنا خدمة الأون ستار، خدمة الأون ستار طبعا مع الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، السيارة بتكون متوصلة زي ما انتم شايفين، اون ستار هي كونكتد سيرفيس، هي خدمة جديدة نازلة في الشرق الأوسط وتم تفعيلها مع باقات مختلفة بالاشتراكات، بتختاروا الاشتراك اللي هتختاروه أو اللي يناسبكم،
باقات انترنت طبعا، في زر الاس او اس اللي هو للاتصال بالشرطه في حاله الطوارئ، والاون ستار طبعا الزر الازرق ده لو عايز تتصل بالكول سنتر تسال على اي مكان، بيبعتوا لك اللوكيشن على الواتساب بيظهر على الشاشه، بيوري لك طبعا عمر الاويل او الزيت، ميعاد السيرفيس، حاله السياره، حابب تقفل السياره عن بعد في حاله الطوارئ طبعا. كل الخدمات دي متوفره. نشوف ده حجم السياره من الداخل والشكل. طب نرجع ورا ونشوف اللي موجود. فئه ال اس كمان، ساعات تخزينيه للركاب الخلفيين احنا شايفين، سيت متحرك مانيوال تقدر ترجعه ورا، دي لك مساحه كبيره هنا الصف الثاني، او ان احنا نقلبه اصلا لو عايزين يسهل الدخول في الصف الثاني او الصف الثالث، سوري انا هدخل اهو الصف الثالث ما شاء الله كبير جدا. ده شكل التابلو، تمام. في عندنا كاب هولدرز للركاب الخلفيين، نشوف السد هنا، في عندنا طبعا فريدج مع تبريد وتجميد، يعني فيها فريزر وتلاجة، تمام. في الفئة ال LS اللي بتنزل عندنا في بن حمودة للسيارات، في فتحات USB طبعا، مكيف لكل الركاب، ايرباجز لكل الركاب، كله فول اوتوماتيك. ده حجم الصف الاخير. نرجع نشوف طبعا زي ما انتم شايفين وعارفين قبل كده شفتوا على التاهو الاضاءة LED كاملة مع الكفر شفاف. ده شكل السيارة من الخلف. طبعا كاميرا خلفية، حساسات الخلفية موجودة. ده حجم دبة السوبربن او سوبربان كما يطلق عليها، ما شاء الله مساحة كبيرة جدا، طبعا تنفع في السفر والرحلات ذات المسافات الطويلة والعوائل الكبيرة. في هنا تحت في تخزين كمان أعمق، يعني عندنا تخزين فوق تخزين تحت. طيب طبعا فئة ال LS بيكون الدبة بتاعتها مانيوال مش اوتوماتيك لو الناس سألت، في معاها الدواسة ثابتة دبل 4x4 يعني. ده شكلها مرة تانية. لو عندكم اي استفسارات تاني ممكن طبعا تبعتولي وانا بعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها عن سيارات الشيفروليه من بن حمودة للسيارات. مرة تانية نشكركم، ودعمكم مهم جدا بالاشتراك في القناة عشان نقدر نكمل. 050-516-3525 مهند من بن حمودة للسيارات. انا هقفل الابواب ونشوف نظرة اخيرة على السيارة والحجم الهائل للعيلة، يعني انا اضطريت ارجع بعيد عن السيارة عشان اعرف اجيبها صورة كاملة زي ما انتم شايفين. يلا اهلا بكم.